شوي عندهم يمكن تكون شوي مخربطة. خلونا نبدأ مع أول برج ونشوف هالنهار كيف بده يكون. برج الحمل، بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، أنت من الأبراج يلي بيرتاحوا، بيشعروا ببعض الهدوء وببعض الانفراج من بعد تعب يومين. الأجواء اليوم بتسوق لحتى تتسلى، بتسوق للاجتماعيات، للقاءات، ولحتى ما تبقى لحالك. لو فرح حظا 22 21 22 23 أدار مارس، وضلكم حذرين 18 19 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. الجو اليوم عند مولود برج الثور من امبارح المساء عم بيغلي، وقت القمر وصل لبرج الدلو الأجواء تغيرت عند مولود برج الثور. الأجواء اليوم تطلب منك أنك تكون رايق كتير لأنه في تحديات يمكن ناطرة أو غير منتظرة فجأة بتصير. الجو اليوم متقلب، لكن الجو اليوم ببهدل إذا أنت منك رايق كتير. بدك تمشي كتير على الدقة ونص لحتى تتجنب ارتكاب الأخطاء. غلطة الشاطر بألف غلطة اليوم، لا سيما مواليد شهر نيسان أبريل 10 11 12 أيار مايو و13 مايو. ننتقل لبرج الجوزاء. مولود الجوزاء اليوم بتشمس عندك، بتطلع الشمس عندك، الأجواء حلوة كتير. تعد اليوم فعلا بانفراج، يمكن تسمع خبر حلو، ويمكن هالخبر الحلو يجي من جهة منك متوقعة. الأجواء اليوم بعتبرها إيجابية جدا، من الأيام يلي فعلا أكثر إيجابية بهيدا الشهر. فلازم بين اليوم وبكرة تشتغل على الأمور الصعبة وتخلصها. الأكثر حظا 16 17 حزيران يونيو، وبدي يضيف عليهم مواليد أيار مايو. كمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان، الجو عندك اليوم بيطلب انه تحديد النقاط يلي منك مرتاح لها، تحديد النقاط اللي زعجتك، خاصة انه في اليومين اللي مرقوا كان في تحديات كبيرة، ويمكن كان في شوية مواجهات. الجو اليوم بيطلب منك تاخذ وتعطي، تتعاطى مع الامور برجاحة عقل، بدك تحاول تعطي صاحب الحق حقه لحتى هيدا النهار يوصلك الى شط الامان بعطلة الاسبوع. تبقى المواليد الاوفر حظا هي 12 13 و14 تموز يوليو. بنتقل لبرج الاسد. مولود برج الاسد هيدا نهار مكهرب بطبعه الفلكي، ما معناتها انت نهارك مكهرب، لكن اذا بدك تمشي مع هالاجواء، يعني اذا الجو طايف الدنيا، في مطر كتير وانت طالع بلا شمسية منك حامي حالك، اكيد بدك تتبلل. الجو اليوم مكهرب برا، فبدك تكون حذر لحتى ما تمشي بهالطوفان هيدا. الاجواء بحاجة الى هدوء، الى رشاحة عقل، الى تكبير عقلك، كبر عقلك وتمتنع عن التصرفات الصبيانية والعشوائية. الجو بيتحداك من خلال يمكن شخص بتعرفه او ما بتعرفه، ومش بس اليوم، بكرة ايضا، وهذا الجو من امبارح المساء. الاكثر تعبا مواليد تموز يوليو، مع انه في حظوظ حلوة عن 23 ل 25 تموز يوليو، ما تنزعوا. بننتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء بنرجع للشغل. مولود برج العذراء بيلاقي حاله قدام تحديات منا كبيرة، لكن هالتحديات ما بيسوى تنترك لبعدين. إذا فكر تتركها وتقول بدي أجلها يلا عطلة أسبوع بقعد بشتغل فيها، ما رح يطلع لك وقت، وإذا طلع لك وقت ما رح تلاقي مين يساعدك فيها. إذا الجو اليوم هو لتحديد أولويات معينة محددة لازم تخلص واشتغل عليها. وبهالناحية بس لما مولود برج العذراء بيحدد الأمور اللي عنده اياها، الاجنده اللي عنده اياها، ما في حدا اشطر منه. الاكثر حظا 29 30 اب اغسطس 12 13 ايلول سبتمبر. بكمل مع برج الميزان. نهار جميل جدا لمولود برج الميزان، تكثر فيه الحظوظ. اليوم مولود برج الميزان انت شخص محظوظ جدا، الحظ يبتسم لك. اليوم الاجواء بتحمل لمولود برج الميزان تطورات فجائيه حلوه كثير بتفاجئك. من بعد ما تعبت وبكيت يمكن وزعلت او زعلوك في اليومين اللي مرقوا، الاجواء اليوم حلوه كثير، بتستاهل منك كل الجهود والمثابره والمتابعه وحتى الرياده، يعني ما تقعد مكتف ايديك. اليوم نهار بيستحق منك انك تكون جريء. 18 19 اكتوبر الاكثر حظا، ولانه مولود 21 22 اكتوبر هو اللي عنده معاكسات، هيدا نهار معقول يحلحل لك اياها. ننتقل لبرج العقرب.
مولوش العقرب ما تغطس حالك، ما تغطس بمشاكل ما لك علاقة فيها، إن كان بالشغل، أصحاب مختلفين، مسائل خليك على جنب، مسائل عائلية متأزمة، فيها تتأزم اليوم، الجو منه عاطل، لكن في بعض الأخذ والعطاء، بعض التجاذبات، فحاول إنه هالأمور هيدي ما تعلق حالك فيها، ما بتحرز، أنت موجود بفترة زمنية كتير حلوة، الشمس ببرشك، فما ما 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 تغرق في وحول ما لك علاقة أنت فيها. بتبقى الأنشط 23 ل 25 أكتوبر. بنتقل لبرج القوس. حان الوقت لحتى مولود برج القوس يهدى نتفي ويقرا مرتين وثلاثه شغله. مولود برج القوس يلا بيعمل الشغله وبيزتها، ما بيعود يراجع ويتاكد منها. اليوم نهار مطلوب منك ترجع تتاكد منها. ليش؟ لسببين. اول شيء نهار سريع الايقاع كثير، ثاني شيء لانه نهار انت تتمتع فيه بسرعه خاطر، فشو بيصير؟ ركض ركض بيطلع معك الافكار، يلا بتزتها بتشتغل وبتمشي. هون يكمن الخطا، لأنك معقولة بلحظة ما تضيع هالفرص الثمينة جدا، هالأفكار الرهيبة الحلوة العظيمة اللي عندك إياها اليوم. فإن كان التلميذ إن كان بالشغل رجعوا دققوا، معلش رجعوا دققوا نتفي، الوقت عم بيركض عندكم، عند الآخرين بعدين بعدهم قاعدين بعد ما لقيوا الجواب، أنتم بكون طلع عندكم جواب وجوابين، فخذوا وقتكم، خذوا نفس عميق ورجعوا عيدوا أوراقكم. يلي ما بيهدى اليوم 22 23 و24 نوفمبر تشرين الثاني حظوظ رائعة بانتظاركم. يلي عنده تأخير وبرجع بكرر بكل هيدا الأسبوع 4 5 6 ديسمبر. بنتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي بعدك انت موجود ضمن او على لائحه الابراج النشيطه الجيده ويلي عندها نشاطات فعاله ومهمه ولافته للنظر وبتعطيك اسهم جديده، بتقوي اسهمك. هذا النهار معقول يحمل لك نوع من مكسب، مكسب يمكن زقف، يمكن تشجيع، او يمكن شغلك بيوصل اكثر. نهار لكن معقول يحمل بعض المصاريف، ان كان دفع مدفوعات او يمكن مصاريف اخرى انت طالع عبالك تتسلى فيها. الاكثر تعبا 28 29 ديسمبر 19 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو نهار مهم جدا جدا فلكيا، لانه اول شيء القمر ببرجك معناتها في صفحه جديده. شو هي هالصفحه الجديده؟ شو عنوانها؟ بدنا نشوف الشمس وينيه. الشمس موجوده باعلى نقطه عندك بالدائره الفلكيه، which means بمعنى انه انت اليوم عم تبدا صفحه مهمه جدا بحياتك، سواء حياه الاجتماعيه المهنيه او حتى في تكون الدراسيه. يعني انت عم تبدا شيء جديد، يمكن حدا رد عليك جواب مهني او يمكن دراسي اكاديمي، جامعات عم بتخبرك شو عم بيصير بشغلك، وصلت الى اللي بتريده او صار في تطور مختلف. في تطورات كثير حلوه، ضوء اخضر بانتظار جميع مواليد برج الدلو. بتبقى المواليد يلي لازم تنتبه من السرعه، من المشاكل، من التسرع، حتى لو نهاركم جيد. 16 ل 18 شباط فبراير، لو فرح حظا نسبيا 14 15 شباط فبراير. بنتقل لبرج الحوت. مولود برج الحوت كل شهر نوفمبر، خاصة حتى 21 نوفمبر ممتاز جدا، لكن إلا ما يمرق بكل أسبوع نهار أو نهارين بجربوا يخربطوا لك شيء حساباتك، مثل هيدا النهار. هيدا النهار بطيء جدا، مولود برج الحوت شغلك كله اللي عم تشتغل فيه وناطر إنه تقلع فيه، اليوم ما بيقلع، اليوم بتتخربط كل الأمور، كل الأمور. اليوم نهار غير مناسب للانطلاق بأي شيء جديد على الإطلاق، ولا بأخذ أي قرار، ولا أخذ أي قرار أو أي مبادرة. اليوم نهار نوعيته مخيبة للأمل، فكون حذر جدا. شو ما كان عمرك أجل للجمعة، السبت أو الأحد، لأنه أجمل أيام الأسبوع. تبقى المواليد اللي بعتبرها أكثر تعبا من غيرها 3 4 5 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم، هيدي سنة بتطلب منك انك تهتم فيها بحياتك الخاصة. هيدي سنة ناشطة وجيدة على مختلف الأصعدة، لكن الحياة الشخصية الخاصة هي اللي بحاجة لاهتمام وبتاخد وقت، بدك تهتم فيها، بدك تقويها. مشان هيك هيدي السنة الأضواء مسلط عليها، ما معناتها سلبية، بالعكس تماما. يمكن يكون في زواج، احتفالات عندك بالبيت، أو يمكن أنت بتهتم بصحتك ببيتك، أو تكبر نفسيتك بتقوى.
نوفمبر، أدار، مارس، تموز، يوليو، هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي. ثانكيو لك كارمن، بنشوف فيك بكرة ببداية عالم الصباح طبعا وخلال زودياك كمان. أنا بقول لك المشاهدين دايما خلوا خيالكم واسع وخلوا تفكيركم مش محدود قد ما فيكم لقوا الحلول لمشاكلكم ولو كانت حتى برة الصحن، ولكن ضمن من دون ما نتعدى على حدود الآخرين. بريك وبنرجع للمتابعة، ما تروحوا لمطرح، حضروا أسئلتكم واتصلوا، أرقام تليفونات قدامكم رح بتكون لروى على صحة السلامة وأي شيء بتعلق بالصحة.